صباحكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامج صباح الخير يا وطن، حلقتنا راح تكون متنوعه ثريه بفقراتها المختلفه وضيوفنا المميزين، ونبتدي اولى فقراتنا واولى مشوارنا الصباحي معاكم من ام القيوين وبالتحديد شاطئ القرم اللي يجذب للزائرين من مختلف الجنسيات والاعمار ودائما يتيح لزواره فرصه استكشاف المساحات الطبيعيه الخلابه والبيئه الساحليه الخاصه بالاماره وايضا التعرف على انواع تجار القرم ويتميز هذا الشاطئ بقربه من الكثبان الرمليه الصحراويه ويمكن للزائر الاستمتاع بالجلوس على الشواطئ وايضا مشاهده الطبيعه، المزيد من التفاصيل نشوفها معكم في هذا التقرير. شاطئ القرم او المنجروف من اجمل الاماكن الطبيعيه والسياحيه في اماره ام القوين. تتوافد عليه أعداد كبيرة من الزوار والسياح من مختلف المناطق للاستمتاع بالشاطئ وممارسة بعض الرياضات ومشاهدة الطبيعة والطيور البحرية وغيرها ويعتبر الوجهة المفضلة لكثير من الناس خصوصا مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة يقع شاطئ المنجروف في منطقه النيفا بمحاذاه شارع الاتحاد المؤدي الى راس الخيمه وتشرف دائره السياحه والاثر بالملقوين على تطويره باستمرار بهدف جذب السياح المواطنين والاجانب لقضاء اوقات ممتعه في مشاهده واستكشاف المساحات الطبيعيه الخلابه والبيئه الساحليه بالاماره ويوفر الشاطئ مساحات مناسبة لعشاق التخييم والرحلات حيث يمكن للزائر أن يخيم بالقرب من البحر ويقضي أوقات ممتعة مع أفراد أسرته أو أصدقائه كما وفرت دائرة السياحة والأثار بوم القوين مرافق عامة بالموقع بهدف تسهيلها على الزائرين والسياح ويمكن للزائر ممارسه رياضه قوارب التجديف والاستمتاع باستكشاف الممرات الساحله بين اشجار القرم بالاضافه الى تجربه الطيران الشراعي والتحليق فوق القرم والتي تعتبر تجربه مشوقه فيها اثاره ومتعه بمشاهده المناظر الطبيعيه من السماء وكذلك ركوب الخيل والبراشوت يتميز الشاطئ بالهدوء ويعتبر مكانا مناسبا لكل من يرغب في قضاء بعض الوقت بعيدا عن الازدحام والضجيج وللتمتع بالهدوء في الطبيعه الخلابه خصوصا في فتره الليل يستمتع الزوار بمشاهده النجوم في السماء بشكل واضح مشاهدينا في فقرتنا الطبيه لليوم راح نتحدث عن سكري الحمل، هو نوع من انواع امراض السكري التي يتم تشخيصها للمره الاولى خلال فتره الحمل، هو عباره عن ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم اثناء فتره الحمل، وتعاني حوالي 20% من السيدات الحوامل من هذا الداء، وفي هذه الحلقه راح نتعرف اكثر عن اسباب سكري الحمل، الاعراض وطرق العلاج مع اخصائيه الامراض للنساء والتوليد الدكتوره نائله السيد اسماعيل، صباحك الله بالخير دكتوره نائله نعم 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 وحياك الله. خير. نورتينا. دكتور دائما وبعض الاحيان نسمع ان بعض السيدات قد يصابون بسكري الحمل اثناء فتره الحمل، مزبوط. لو تحدثينا عن الاسباب والعوامل. اسباب سكري الحمل هي زي ما قلتي ان هو بيبقى بس في فتره الحمل. فهو بيبقى نتيجه تغيرات الهرمونات اللي بتحصل في فتره الحمل، فالمشيمه بتفرز هرمونات، الهرمونات دي بتعاكس او بتقلل من عمل هرمون الانسولين وهرمون الانسولين هو المسؤول عن حرق السكر في الدم فبيحصل ايه بيحصل ان هو بيتراكم السكر في الدم فده بيسبب سكر الحمل معنى كده ان كل السيدات الحامل هيجي لها سكر حمل لا السبب ان هو البنكرياس بيقدر ينتج كميات كبيره من من معدلات الانسولين المفروض كان بينتجها من الاول لكن طبعًا. هو دلوقتي بينتجها يعني بكميات اكبر فبيقدر يتعامل مع الزياده اللي بتحصل في سكر الدم. لكن في سيدات بيحصل عندهم مشكله ان البنكرياس ما بيقدرش ينتج الكميه دي من الانسولين اللي تقدر تتعامل مع تراكم السكر في الدم فبيحصل ان هو السكر بيتراكم في الدم وبيحصل من هنا ايه سكر الحمل. تمام طيب دكتوره هل هناك نقول اسباب اخرى؟ يعني غير الاسباب الطبيه والعلميه اللي تحدثتي عنها؟ يعني يعني, ها؟ ها؟ يعني هو في عوامل، في عوامل ممكن تؤدي ان هو السيده تبقى اكثر عرضة. عرضه ان هي يحصل ايه سكر الحمل. العوامل دي مثلا البدانه لما يكون مؤشر الكتله كتله الجسم اللي هو البي ام اي اكثر من 30، لو سنها اكثر من 35، لو عندها في التاريخ العائلي الاب او الام او الاخوات اللي هم من الدرجه الاولى عندهم مرض السكر، لو هي عندها ولادات متكررة عندها قبل كده ولد يعني ولدت طفل وزنه أكتر من أربعة كيلو التكيسات المبايض لو هي متلخصة بتكيسات المبايض قبل الحمل يعني مثل هذه العوامل تزيد نسبه تزيد نسبه الاصابه أيوة الحمل بزبط. طيب دكتوره اللي تنصاب فيه يعني بنقول في مره واحده اثناء أي. فتره الحمل ممكن يحدث معها او يتكرر يعني بالظبط هو بيبقى تقريبا من 40 ل 60% من طبعا. السيدات اللي بيصابوا قبل كده بسكر الحمل ممكن يصابوا بعد كده بسكر الحمل فدايما السيده اللي هي بتصاب بسكر الحمل في حمل بتروح للدكتور من اول زياره وبتبلغه ان هي كان جالها قبل كده سكر حمل فبناخد احتياطاتنا وبنعمل الفحوصات علشان نقدر نعالجه يعني صحيح. قبل ما يعمل اي مضاعفات يعني دكتوره اكيد تعرفين بعض الاحيان يصير مع الحوامل انه يخترب النظام الغذائي مزبوط. وتاكل اي شيء تشوفه آه قدامنا آه آه النظام الغذائي نقول غير سليم والاكثر آه من أيوة. الحلويات والسكريات بالزبط. وايضا بالزبط. آه النشويات بالزبط. ممكن بعد يكون احد العوامل والاسباب هو ده البدانه البدانه اللي هو هي السيده الحامل بتبقى عندها شويه راحه نفسيه انا خلاص انا حامل فانا ممكن اكل اي صح. حاجه <applause> لا ودي حاجه مش مظبوطه هي لازم تخلي بالها من اكلها هتاكل اكل متوازن ما بنقولهاش توقف حاجه ما بنقولهاش السعرات بس دمو. الاكل يكون متوازن زي مثلا احنا بننصح السيدات الحوامل ان هي تاخد وخصوصا اللي عندها سكر الحمل بتاخد ثلاث وجبات رئيسيه دمو. مع اثنين لثلاثه وجبات سناكس او الوجبات الخفيفه اوكي الكربوهيدرات ممكن تاخدها الكربوهيدرات المعقده احسن من الكربوهيدرات العاديه اللي تقلل من الكربوهيدرات المعقده زي الشوفان زي الخبز كامل الحبه الخبز البني الارز البني كل الحاجات دي تكتر من الالياف في في وجباتها الغذائيه الالياف زي الخضروات والفواكه ما بنمعهاش من الفواكه الفواكه مفيده والفواكه كويسه وفي فواكه كتير بس من هذه الاشياء يعني يعني هي مهمه ان هي تدخل في نظامها الغذائي اوكي تشرب ميه كويس شرب الميه بصوره كويسه 8 اكواب في اليوم او 2 لتر في اليوم 2 ل 3 لتر ده كل دي حاجات بننصح بيها السيده الحامل ان هي تتبع النظام ده تمام يعني دكتوره يعني في البدايه تحدثنا عن العديد من الاسباب أيوة. والعوامل أيوة. قد تؤدي الى حدوث سكري الحمل طبعًا. عند بعض السيدات الحوامل وبعض العوامل اللي قد تكون غير مباشره لكن ايضا قد تسيد من نسبه حدوث سكر الحمل عند الحامل اي شهر يظهر دكتوره او المراه تقدر تشك انه ممكن يكون عندها سكري الحمل إحنا دلوقتي وسكر الحمل احنا بنعمل الفحص من الاسبوع ال24 للاسبوع ال28 وده المفروض الفحص ده يكون فحص روتيني لجميع الحوامل، مش معنى ان احنا قلنا فيه عوامل خطوره ان هي بس اللي عندها العوامل الخطوره هي دي اللي تفحص، لا هو دلوقتي كل المنظمات الصحيه وكل المنظمه الصحه العالميه العالميه بتنصح من سنه 2010 ابتدينا نعمل ده فحص روتيني لجميع السيدات الحوامل من الاسبوع ال 24 للاسبوع ال 28 تمام للكل هذا بدون استثناء ايوه بالظبط، ليه؟ لان هو احنا لما تكتشف ان في بدايه سكر حمل او في سكر حمل معظم الحالات بنقدر نعالجها وبنقدر نتحكم ونسيطر على سكر الحمل عن طريق الرياضه والحميه الغذائيه تغيير نمط الحياه الرياضه والحميه الغذائيه دي في معظم الاحوال في حالات يعني كان يروح في الحمل هو دكتوره صحيح بس مش بس ما يستمر لين الولاده لا هو في الغالب في اغلب الحالات يعني في ناس بيستمر بس في اغلب الحالات ان هو ما بيستمرش بعد الولاده ان هو بس بيبتدي من الاسبوع ال20 تقريبا ويخلص مع الايه مع الولاده ليه لان زي ما قلنا ان هو المسؤول عن زياده ان هو سكر الحمل يحصل او زياده نسبه السكر في الدم هي الهرمونات اللي هي في المشيمه فهي المشيمه بتطلع مع الولاده وبتتحسن لكن في طبعا حالات تانية بيحصل ان هي ممكن تبقى معرضه السيده دي ان هو يكمل معاها السكر وخصوصا سكر من نوع الثاني او شو هي الاشياء اللي ممكن تخلي اللي هي اه ان هو عم. ان هي لازم بقى السيده دي تبقى تخلي بالها ان هي عندها قابليه ان هي يجي لها سكر من نوع الثاني فلازم تلتزم بال بالحميه الغذائيه لازم تنزل وزنها لازم تاكل اكل حتى يعني ما بعد الولاده حتى ما بعد الولاده لان طبعا. هي 60% من السيدات اللي جالهم سكر في الحمل ممكن يجي لهم سكر من نوع الثاني بعد كده فحتى بننصحها ان هي كل من كل يعني احنا بعد ما بتولد بنفحص السكر بعد 24 ساعه وبعدين في الاسبوع السادس للاسبوع ال12 لو كله سليم بنخليها برضو تفحص تاني من في خلال كل سنه لكل ثلاث سنين لان هي زي ما قلنا هي معرضه ان هي يجي لها سكر من النوع الثاني فعشان التفادي افضل أيوة. يكون في مراجعات لان في ناس كتير بيبقى عندهم سكر من النوع الثاني وما يعرفوش صحيح آه. طيب يعني دكتوره شو الاعراض اللي ممكن تحس فيها المراه يعني انت قلتي الفحص يكون أيوة. في الاسبوع ال24 صحيح من من 24 ل 28 تمام ده بيبقى فحص دم وبيبقى فحص بسيط جدا في العياده أوكي. ما بيحتاجش اي يعني غير مكلف وبسيط وبيطلع نتيجته على طول في نفس الوقت هي بتيجي الست بتبقى صايمه 8 ل 10 ساعات وبنخليها لنا العياده بنقيس لها السكر وهي صايمه وبنقيس لها السكر بنديها جلوكوز 75 صحيح. جرام وبعد كده بنقيس لها بعد ساعه وبعد ساعتين لو في اي لخبطه في النتائج معنى كده ان هي دي عندها سكر اه تمام اوكي هني باينه عندها ايوه طيب يعني دكتوره الأعراض بعد... بقى الأعراض. أيوة, الاعراض ايوه الاعراض مش كل السيدات بيبقى عندها اعراض عشان كده احنا قلنا الفحص الروتيني مش لازم نستنى الاعراض الاعراض ممكن تبقى عطش شديد ممكن تبقى كسره التبول ممكن تبقى التهابات فطريات كتير يعني بيجي لها فطريات التهابات فطريه كتير ودي حاجات ممكن تحصل للست الحامل اللي هي ما عندهاش برضه حاجه ايوه رايين. فهو ممكن يعمل <applause> مرات يعني دائما موجوده أيوه؟ في فتره الحمل يعني كسره التبول والعطش الشديد والالتهابات الفطريه دي كلها حاجه بتحصل للست الحامل اللي هي ما فيهاش حتى سكر حامل فعشان كده زي ما قلت ان هو الفحص الروتيني مهم جدا جدا, جداً. يعني دكتوره انت قلتي النظام الغذائي يجب ان يتغير والرياضي هل تحتاجون بعض الاحيان لاعطاء دواء ايوه هو احنا دلوقتي خلينا نقسم السيدات اللي عندهم سكر حمل لجزئين تمام اوكي اول جزء اللي هي الست اللي عندها سكر حمل وبنقدر ان احنا نعالجه بس بالحميه الغذائيه والايه؟ والرياضه اللي هو تغيير نمط الحياه طيب احنا اتكلمنا عن الحميه الغذائيه وطبعا بتساعدنا معاها ايه دكتوره التغذيه اوكي وكمان دكتور الغدد الصماء ده كمان كلنا بنتعاون كفريق ان احنا نخلي السيده دي انها يعني نحسن او نسيطر على معدلات السكر في الدم اوكي فاحنا بنخلي السيده دي لما هي تعمل ازاي نعرف ان هي دي مش محتاجه دواء زياده بنخلي في جهاز بيقيس السكر في البيت اسمه جلوكوميتر ده بنعلمها عليه وبنديهولها في البيت ونقول لها تقيس لنا السكر اربع مرات في اليوم صايم وبعد الاكل بساعه وبعد الاكل بساعتين اوكي و... وبنشوف وبتدون طبعا القياسات اللي هي بتعملها دي في السجل في خلال الاسبوع لو هو المفروض النتائج بتبقى من 95 ملي جرام لتر او اقل ده لو صايم. بعد ساعه 140 ملغ برديسيلتر او اقل مع بعد ساعة 140 120 ايوه بعد ساعتين 120 ملغ برديسيلتر لو في لخبطه عندي في خلال الاسبوع مرتين في الريال دي معنى كده ان الست دي لا عايزه ايه تاخد دواء بنبتدي الاول فيه بالحبوب بيبقى على حسب بقى نسبه اللخبطه قد ايه يعني نسبه السكر في الدم قد ايه يا اما بتحتاج حبوب يا اما بتحتاج انسولين طيب دكتور نتحدث عن تاثير سكر الحمل على المراه الحامل اثناء الحمل وايضا على الجنين. التاثير زي ما انت قلتي بيبقى على الاثنين على المراه الحامل وعلى الجنين، طبعا طلع. المراه الحامل بيزيد خطوره اصابتها بحاجه اسمها تسمم الحمل، ايه هي تسمم الحمل؟ تسمم الحمل هو زياده في ضغط الدم مع زلال في البول مع تورم في الجسم. مخاطره ده ان ممكن يسبب يعني لا سمح الله ممكن انفصال المشيمه انفصال المشيمه دي حاجه خطر طبعا على الجنين وعلى الام لو انفصل تحدث ولاده دكتوره لو مفصلت مفصلت لا انفصلت لا ده الدنازيف داخلي و والبيبي أوكي. ممكن يعني دي قصه يعني ف بس فدلوقتي وطبعا لازم لو حصل انفصال واحنا اكتشفنا الموضوع ده فكره ان هي ممكن ما تكتشفش الحكايه دي او ممكن تكون في البيت فهي على بال ما توصل المستشفى يكون خلاص يعني تكون حاجات كتير حصلت يعني ف طبعا لما يحص... لما تنفصل المشيمه لازم السيده تولد في الحال يعني لان ده زي ما قلت لك هو خطر على الجنين وخطر على الام الحاجه الثانيه اللي هو زي ما قلت ال... لو مستويات السكر في الدم ما قدرناش ان احنا نتحكم فيها او السيده مش بتتابع او ما بتاخدش الدواء بتاعها او مش مهتمه بالموضوع فده بيسبب في الجنين حاجه اسمها تضخم حجم الجنين اللي هو اسمه الماكروزوميا يعني اوكي تضخم حجم الجنين فبيبقى الجنين ده بيبقى من 4 ل 4.5 كيلو كمان السائل الامينيوزي اللي حوالين الجنين ده برضو بيكبر فبنسميه حاجه اسمها الاستسقاء الامينيوزي فده طبعا بيعمل تحميل على الرحم فدي ممكن السيده دي تولد ايه يحصل لها ولاده مبكره اوكي او ممكن تتعرض للقيصريه في حاله ان هي ولدت طبيعي فده برضو بيعرضها وبيعرض الجنين للإيه للاصابات ساعه الولاده اوكي في حاجه تانية ممكن الطفل لما يتولد اول ما بيتولد بيحصل نزول جامد في سكر مستويات سكر الدم في الطفل فمهم جداً إن إحنا نفحص الطفل أول ما يتولد آه بعد الولادة مباشرة بعد الولادة مباشرة طبعاً. إن إحنا نفحص سكر الدم عنده لإنه المشكلة إنه بيحصل نزول شديد في مستويات سكر الدم فساعتها الدكتور الأطفال أو دكتور الخدك هو بيهتم بالحالة وبيتابعها مع إنه هو بيعمل إياس للسكر بتاع الطفل ده بصفة دورية أوكي آه، تاني حاجة التشنجات، التشنجات بسبب قلة إلت الكالسيوم وقلة الماجنيزيا، في حاجة اسمها اليرقان أو الإصفرار، إن هو يحصل إصفرار للطفل لما يتولد. آه، مشكلة في التنفس، كل دي مخاطر زي ما قلنا ممكن نتفاداها لو إحنا بس صحيح. فحصنا الفحص الروتيني والتزمنا بالإرشادات الطبيب والحمية والرياضة والأدوية لو إحتاج الأمر. أكيد. طب شو العوامل دكتور اللي ممكن تخلي سكر الحمل يعني يستمر مع المراه حتى ما بعد الولاده. زي ما قلنا اللي هي ما تتبعش الحميه الغذائيه بصوره كويسه ولو هي مثلا عندها حاجه وراثيه يعني في زي ما قلنا قبل كده ان هم من الدرجه الاولى في التاريخ العائلي الاب او الام او الاخوات عندهم سكر البدانه زي العوامل اللي هي بتزود يعني حدوث سكر الحمل هي العوامل اللي هي برضو كل ما تكون موجوده اكتر على حسب عندها عامل عندها عاملين عندها ثلاث عوامل كل الحاجات دي بتزود بتزيد يعني. النسبه طبعا اكيد طيب دكتوره تحدثت عن اهميه ان يكون في نظام غذائي صحي طبعا المراه متى تحتاجون بالفعل كاخصائيات واستشاريين طب النساء والتوليد ان تحولون الحاله الى أخصائيات التغذيه معظم الحالات معظم طبعا. الحالات المفروض نحولها على اخصائيه التغذيه احنا بندي نصايح لو هي بالنصايح بتاعتنا الموضوع يعني نقدر نسيطر عليه لكن بيستحسن طبعا ان احنا نعمل كفريق انا دكتوره طبيبه النساء والتوليد والتغذيه والغدد الصماء الثلاثه بنشتغل مع بعض في حالات سكر الحال. صحيح يعني الو... عشان نتفادى المضاعفات اللي احنا اتكلمنا تم... فيها دكتوره دي. طبيبه الغدد الصماء في شو تحتاجونها علشان تظبط مستوى لان ممكن بعد كده تحتاج الى الجلوكو... الجلوكوفاج اللي هو الادويه اللي هي بت... بت بتسيطر على مستويات السكر في الدم او انسولين فهي دكتورة الغدد الصماء هي اللي بتتحكم ان هو محتاجين الجرعة دي ولا محتاجين نزودها وبتتابع مع المريضة بالنسبة لها صحيح هل العلاج دكتورة آمن آه يعني بشكل فعال امية يعني على المرأة الحامل وعلى الجنين نفسه؟ هو آمن طبعا يعني احنا لو اخذنا العلاج هو اكيد احسن ما تسيب نفسها بالسكر والمضاعفات اللي احنا عارفينها في طبعا هو آمن آمن تمام طيب بعض السيدات الحوامل دكتوره يخافون من ممارسه الرياضه والبعض يظن انه يجب على المراه الحامل ما تتحرك دائما تكون قاعده وتكون مرتاحه <applause> اهميه الرياضه للمراه الحامل وبالتحديد اللي عندها داء السكري احنا نتكلم الرياضه مهمه جدا 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 للمراه الحامل للمرأة السيده اللي هي نشيطه وبتلعب رياضه وكده دي بيبقى عندها اكتر يعني فرصه اكبر انها تولد طبيعي ما بيجيلهاش اللي هو بتبقى عندها فرصه اقل ان هي يجيلها دوالي في الرجل المشاكل اللي هي في سيوله الدم فالرياضه والحركه مهمه جدا اوكي بالنسبه للسيده اللي عندها سكر الحمل بننصحها طبعا بالرياضه لان الرياضه دي مهمه جدا ايه في تنظيم او بتقلل معدلات السكر في الدم طيب لازم الاول حاجه بن بنقول ان هي قبل ما تعمل اي رياضه ان هي ترجع لطبيبها المتابع ليها اوكي وبننصحها ان هي قبل ما تروح تعمل رياضه انها تاخد اي وجبه خفيفه وخصوصا لو بتاخد انسولين او بتاخد اي ادويه بتنزل كمان مستويات الانسولين وبنخليها يعني على درايه بالاعراض اللي ممكن تجيلها تنبهها ان هي عندها نقص جامد في مستويات السكر في الدم زي التعب والارهاق والرعشه والدوخه وال يعني الاعراض اللي هي ممكن تخليها تحس ان هي عندها لان انخفاض السكر في الدم ده المفروض يتعالج على طول ايوه فهي قبل ما تلعب رياضه بس تاخد حاجه خفيفه وت يعني ما تلعبش رياضه وهي مش واكله حاجه وكده يعني وتخلي دايما معاه حاجة زي مثلا وهي طالعة تلعب رياضة حاجة تكون فيها سكر يعني زي عصير زي أي حلوى ممكن تاخدها لو حست بالأعراض دي صحيح طيب دكتورة قلتي في مشاكل صحيه ايضا تنقل للجنين تقدروا تستكشفونها او تكشفونها عن طريق السونار او الالترساوند ولا ممكن تطلع بس بعد الولاده لا لا لانه هو التضخم في حجم الجنين ده احنا بنعرفه من السونار بنعرفه مع متابعه الحمل الزياده في السائل الامنيوزي دي بنعرفها في المتابعه بتاعت الحمل مجلسونة. اي المراجعه اللي هي طبعاً. تقريبا كل شهر تخليكم تكتشفوا ايوه كيف احنا متابعه الحمل مسبقا بتبقى كل شهر لحد 28 اسبوع كل اسبوع لحد 36 اسبوع كل اسبوع لحد يعني بعد 36 لحد الولاده تمام، هل هناك بعض نقول الوجبات او المواد الغذائيه اللي تنصحون المراه الحامل خاصه اللي عندها داء السكري آه. انها تبتعد عنها وتتجنبها؟ طبعا الحاجات اللي هي فيها سكر زياده، فيها دهون زياده. اوكي؟ بس كده يعني لكن المرأة الحامل في العموم احنا بننصحها انها تبعد عن حاجات معينه في الاكل اللي هو الاكل الاكل الغير مطهي بصوره جيده اللي هو السموك ميت اي حاجه كمان أوكي. مصنعه يعني آه، يعني هو يعني اي يعني حاجه اي <applause> حاجه مصنعه واي حاجه مش مطهيه بصوره كويسه الكبده ممنوعه في الحمل الحاجات اللي هي زي الشيلز دي اللي هي الاويستر واللي هو الحاجات البحرية, البحرية اللي هي صدفية دي الأسماك الكبيرة قوي لأن بقى فيها معدلات الزئبق عندها عالية هي دي الحاجات اللي احنا بنمنع وطبعا زي ما احنا قلنا عشان هي عندها سكر الحمضة بنمنعها برضو من الحاجات اللي هي فيها سكر زيادة أو فيها دهون زيادة صحيح نصائحك اليوم دكتورة بشكل عام للسيدات الحوامل اهم حاجه ان هو تروح تتابعي مع الطبيب اوكي وان هو المتابعه تكون بصوره دوريه تسمعي ارشادات الطبيب تعملي حميه غذائيه مش معنى ان انت حامل ان انت تاكلي اي حاجه وكل حاجه تتبعي تعليمات الطبيب بالنسبه للاكل بتاعك والرياضه بتاعتك وتروحي دايما في في الكشف الدوري اوكي أه، تعملي دائما تحاليلك أه، وتتبعي دائما الحمل بصوره كويس. اكيد, أكيد يعني اتبعي هاي <applause> النصائح أكيد. دكتوره ودائما خاصه نقول النظام الغذائي والرياضي طبعاً. الصحي طبعًا. اكيد راح يكون له التاثير الايجابي على المراه الحامل وايضا أكيد. الجنين كل الشكل لك اخصائيه امراض النساء والتوليد شكرا دكتوره شكراً. نائله سيد نورتينا ويعطيك العافيه شكرا لك شكرا شكرا, شكراً, شكراً, شكراً. فاصل سريع ونرجع نكمل باقي مشوارنا في فقراتنا الصباحيه انتظرونا. مشاهدينا تتعدد طرق التعليم للاطفال فمنها التقليدي ومنها ما هو المبتكر اليوم راح نتحدث عن منصه جديده عالم فطيم وهي منصه ابداعيه للاطفال ابتكرت العديد من الافكار واستخدمت بعد اسلوب التعلم باللعب والمرح راح نتقل... نتكلم اكثر عن هذا المشروع وهذه المنصه المميزه وما تقدمه للاطفال من حلول ابداعيه وايضا مبتكره مع ضيفتنا في الاستديو مؤسسه عالم فطيم الاستاذ فاطمه العامري صباح الله بالخير استاذ استضافتنا حياك الله شاء الله حبيبتي في البدايه الاسم يجذب عالم افطيم لو نتحدث عن هذه المنصه المميزه عالم فطيم هي منصه ابداعيه تسعى الى اثراء المحتوى العربي في مجال تيسير اللغه العربيه وتعليم الفنون والاشغال اليدويه وايضا تستهدف المؤسسات والمنصات اللي تشاركنا نفس الاهتمام في تعليم الاطفال و انشاء او اثراء محتوى مخصص للاطفال. ما شاء الله، متى بديتي بهذه الفكره او من وين يتج انه يكون عندك منصه ابداعيه خاصه للاطفال؟ انطلقت الفكره اول شيء من كوني انا كاتبه وفنانه. ما شاء الله. وهذا هو المجال اللي انا درسته في الجامعه، كليه الاداب والفنون وكليه كليه الاداب والعلوم الانسانيه وكليه الفنون الجميله والتصميم. بعدها حبيت اني انا ادمج ما بين الفنون والاداب واقدم هذه هذه المعارف للاطفال بطريقه جدا بسيطه ومحببه لهم. كان السؤال دائما كيف نحن نقدر ندمج ما بين الادب والفن؟ ويمكن هذا السؤال اللي دائما كان يطرح علي كيف بتي بين الادب وكيف بتي بين الفن؟ فصارت فكره عالم فطيم اللي انطلقت من نصف الثاني من عام 2021 وكانت الانطلاقه ان نحن بدينا بنصه بدينا ننشر مجموعة من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحبوها الأطفال وبدينا نتعاون مع المؤسسات ونسوي الورش اللي يعني لاقت اقبال كبير الحمد لله. يعني هي منصه الكترونيه فقط يعني كل الانشطه تكون بينكم بين الاطفال الكترونيه ولا ايضا هناك بعض ورش العمل في انشطه على الأرض تكون في ورش تكون افتراضيه ولكن نحن الورش الفنيه نقدمها عن قرب مع الاطفال نحب هذا الوجود مع الاطفال اكيد جميل استاذه فاطمه شو الاهداف اللي وضعتيها قبل انشاء هذه المنصه في عام 2021 كان الهدف الاساسي ان نحن نؤكد على الهويه العربيه مهم جدا ان طفل اليوم الطفل العربي يعني يقدر يعبر عن نفسه ويقدر يعبر عن هويته بمختلف الادوات سواء فنيا او لغويا ومختلف الهوايات نحن اليوم عندنا مجموعه من الاطفال في الوطن العربي اللي هم مبدعين في الالقاء ومبدعين في الكتابه وفي الرسم وفي التصميم لكن كان الهدف الاساسي انه كيف بنقدر نحتوي هاي هذه يعني هاي الشريحه الكبيره من الاطفال بدينا عربيا اكيد او يعني بدينا في الامارات وكان الـ الـ كانوا الزوار من الاطفال من مختلف الجنسيات لاحقا تنوعت وكبرت الشريحه ما شاء الله وصار يعني حققنا هذا الهدف الحمد لله ان نحن نستقطب الاطفال ونشوف مواهبهم جميل يعني اللي يشوف المنصه استاذه فاطمه يجذب لها انا شخصيا شفتها هي منصه رائعه يعني تجذب الكبير فما بالك الطفل او الصغير من هو ملهم فاطمه يعني في هذه الافكار الجميله ومن وين تستلهمينها صراحه مصادر الالهام جدا متنوعه يمكن احيانا صوره ممكن تلهمك او ممكن حكايه تلهمك لكن انا اقدر اقول ان اسرتي كانت هي الملهم الاول لي. انا نشات في اسره تحب الفنون تحب الادب ما شاء الله مكتبه اسسها الوالد امي ايضا كانت معلمه فنشات في بيئه تحب هذا يعني هذا التنوع ما بين الاداب والفنون وكانت هي الاسره هي الملهمه الاول. فالاسره اثرت عليك بشكل كبير، طيب <applause> استاذه فاطمه لو نتحدث عن انواع الورش اللي تقدمونها سواء الافتراضيه او الواقعيه للاطفال. الورش متنوعه في عالم فطيم تتنوع ما بين الكتابه والرسم والتصميم وصناعه الميداليات وايضا فواصل الكتب حلو. آم، هذا التنوع في في الورشي دائما من فكره انه نحن ما نبغي بس نكرر الورش اللي هي مطروحه للطفل في في بالضبط في وسائل التواصل الاجتماعي او مكرره يعني بشكل دايم فكان الهدف الاساسي لما نحن نصمم الورش آم، طيب شو الشيء الثاني اللي راح يعني يأخذ الطفل منا نحن؟ هل راح يتعلموا وبعدين ينسى؟ لا نحن دائما كان عندنا هدف ان الشيء اللي يصنع الطفل هو شيء وظيفي بمعنى انه ممكن انه يستخدم لاحقا وممكن ايضا ان الطفل يعلم طفل اخر فهو نوع من الاستدامه المستمره في عملية التعليم من الطفل وإلى الطفل جميل أيضاً. طيب يعني استاذة فاطمة بالذات اخترتي الصناعات اليدوية للأطفال؟ مثل ما تلاحظين ان نحن الحين في عصر او في جيل الاطفال جدا يعني قاموا يميلون لل لل, لل... لل... قاموا يميلون للاجهزه وقاموا يميلون انهم يستخدمون الالكترونيات ويعني حبينا ان نحش شوي ناخذ الطفل ونرجع من العالم الافتراضي قليلا بالضبط إنه حبينا ان الطفل يجرب يكتشف هذه الاشياء نحن يمكن جربناها في طفولتنا وايد كنا يعني هي اللي كونتنا وكونت شخصيتنا كان عندنا حصة التربيه الاسريه بالضبط فالطفل اليوم ما عنده هذا الشيء كان الهدف الاساسي من هذه الورشه او الصناعات اليدويه ان الطفل يجرب ويصنع ويكتشف ويعني يقدر يكون مهارات من خلال هذه الورش كيف تشوفين اقبال الاطفال بالفعل مع اولياء الامور انهم يشاركوهم ويشاركون عيالهم في مثل هذه الورش وفي مثل هاي الاعمال والصناعات اليدويه نحن الحمد لله الاقبال جدا كبير في ورش عالم الطين نحن يعني ما اخفيك ان نحن احيانا من كثره ال... الاطفال اللي يزورونا احيانا تنتهي المقاعد ولازلنا نستقبل مجموعه مو. من الاطفال. المره الاخيره الورشه الـ الـ الاخيره اللي كانت مع ملتقى الراوي استقبلنا اكثر من 300 طفل. فكلهم تعلموا يعني من ضمن ثيمة الملتقى اللي هي كانت عباره عن الازهار والنبات. فصنعنا لهم ورشه واولياء الامور جدا يحبون وجود اطفالهم في عالم فطيم. لان التعليم مستمر الموضوع مش تلقين ومباشر نحن جالسين نعلمهم بحب ومرح ونفس الوقت الرسائل دائما نحن عندنا صندوق في عالم فطيم دائما نتلقى في نتلقى منه رسائل الاطفال شو انطباعاتهم شو انطباعات الاهالي حتى الفيدباك بالضبط فالحمد لله الانطباع جدا ايجابي الحمد لله، طيب يعني استاذه فاطمه لو نتحدث عن كيف تم التسويق بالفعل لمنصه عالم فطيم؟ التسويق كان في اكثر عن طريقه منها ان نحن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وايضا كنا نرسل الملف التعريفي لمجموعه من المؤسسات وكان ايضا خلال المشاركات اللي نحن نشارك فيها كنا دائما أه... أن... أن... يعني نوزع مجموعة من المنشورات لأولياء الأمور أو المشاركين نعرفهم عن آه... شيء معرف لهذه آه... المنصة طيب يعني أستاذة فاطمة ليش اخترتي بالذات تسمينا عالم فطيم أنا ما أتوقع اخترتي فطيم عشان اسمك أنا أتوقع أنه يرتبط بشيء آخر آه... فطيم آه... هو الاسم المصغر يمكن أنا حبيت أنه في شيء يكون محبب للطفل صحيح. أكثر من أنه شيء خاص فينا احنا يعني خاص في دولة الامارات، شيء محلي. بالضبط، واسم فطيم يمكن ما تشوفينه في الدول العربية، تشوفينه في صح دولة الامارات أكثر شيء. فأرجع لموضوع الهوية أيضاً، موضوع الارتباط بالهوية الإماراتية. أكيد، المهارات اللي قبل ما تحطين أي ورشة أو تختارون أي ورشة راح تحطونها للطفل، شو المهارات اللي تركزين عليها أستاذة فاطمة؟ المهارات اللي نحن نركز عليها بناء على عده معايير في معيار انه شو الفئه العمريه نحن منو منو الاطفال اللي نحن يعني شو الفئه العمريه اللي نحن نستهدفها الشيء الثاني انه احيانا تواصلنا مع المؤسسات يطلبون منا انه لا نحن عندنا مثلا ثيمه معينه انه نحن عندنا اليوم الوطني مثلا او عندنا ثيمه النبات او ثيمه البحر فهذه المهارات يعني تطبق او يتم اختيارها بناء على عده معايير الفئه العمريه الثيمة ال يعني الادوات اللي ممكن نحن ممكن نستخدمها هل هي حلو. ادوات صالحه لهذه الفئه او لا بعدها ممكن ان نحن نحط المهارات اللي ممكن ان نركز عليها جميل يعني استاذه فاطمه الله عليكم دائما تشاركون في تشاركون في العديد من الفعاليات والانشطه الخاصه بالاطفال شاركتم ايضا في موسم الفنون كلمينا عن هذه المشاركه موسم الفنون كان عبارة عن موسم في مركز مسافي الإبداعي في الفجيرة، الموسم امتد على مدى أربعة أيام، ركزنا فيه على مجموعة من الورش، منها صناعة الحقائب، أو عفواً الرسم على الحقائب، ورسم الشخصيات الكرتونية، وكانت عندنا أيضاً ورشة في كتابي سمكة. اللي هو تعلموا فيها الاطفال صناعه السيراميك وتكوين فاصل كتاب على هيئه سمكه. ايضا في اخر او اليوم قبل الاخير كان عندنا ورشه عن التنمر كان كانت بعنوان الكلمات ذات الخيوط السوداء. جميل، كيف وصلتي لهم هذه الفكرة؟ وان التنمر قد يؤذيك وايضا قد يؤذي غيرك من الاطفال. نحن بصراحة فكرنا ان نحن لو صرنا للاطفال وقلنا لهم لا تضربون ولا تسوون ما بيسمعون. اكيد. فكانت الفكرة عبارة عن يعني فكرة الورشة مستندة إلى كتاب كان من تأليفي اسمه الكلمات ذات الخيوط السوداء. فكرة الكتاب بشكل مختصر عبارة عن أن الكلمات لها خيوط. والخيوط السوداء هي عبارة عن الكلمة اللي أنا أوصلها لك وإذا كانت كلمة سيئة يمتد مني خيط إلى قلبك وقد يؤذي قلبك بهذه الطريقة صار الموضوع. بشكل يعني تطبيقي وصلتي لهم الفكرة. بالضبط وبعدها لحق هذا هذه الورشة نشاط تفاعلي للأطفال طلبنا منهم إن يختارون شو هي الكلمات ذات الخيوط السوداء وشو هي الكلمات ذات الخيوط الملونة. وقاموا يصنعون بطاقات لأشخاص ولأحباء ولزملاء معاهم في الورشة لهم يكتبون لهم فيها كلمات ملونة فبهاي الطريقة زرعنا فيهم شعور أن الكلمة السوداء هي كلمة مضرة ومثل ما أنت ممكن أنها تأذيك ممكن صحيح. تأذي زميلك أكيد يعني استاذة فاطمة كيف تتفاعلين مع الأطفال أو كيف الأطفال دائما يتواصلون معك؟ التواصل ما اعرف تقصدين داخل الورشه ولا داخل ورشة وحتى ما بعد الورش داخل الورشه نحن انا دائما يعني احب فكره الالفه في ال الجو ال... الجو الورشه ما احب ان الموضوع يكون تلقيني نحن يعني الاطفال دائما في المدرسه خلاص صح. هم هو هذا التعليم النظامي لكن في الورش هو الموضوع محبب اكثر نحن راح نلعب نلون نسال اسئله نكتشف احيانا الاطفال حتى هم يضيفوا لي ما شاء الله بعد الورشه تكون عندهم بطاقه عباره عن يحصلون على البريد يحصلون على الحساب في الانستغرام ويقدرون وحتى الهاتف رقم الهاتف انهم يقدرون يتواصلون معنا طبعا اكيد مع اهاليهم ودائما موضوع التواصل ما بعد الورشه متاح اكيد لكل الاطفال وسوينا بعد فكره اللي هي كل طفل ينضم لثلاث ورش من منصه عالم فطيم يحصل على دبوس عالم فطيم دبوس عالم فطيم هو اذا اي طفل حصل على دبوس على فطيم الورشه الرابعه تكون ورشه مجانيه رائع فبهاي الطريقه كان يعني التلاصل. ما شاء الله بعد تشجعينهم وتحفزينهم بطرق مبتكره وابداعيه عشان اكيد يشاركون الاطفال في الورش فاطمة من خلال خبرتك الحين في هذا المجال واطلاقك لهذه المنصه الابداعيه والمبتكره كيف تشوفين بالفعل كاولياء امور يقدروا يشجعون عيالهم منهم يشاركون في مثل هذه الورش ويقومون بالعديد من الصناعات اليدويه أنا أشوف أن أولياء الأمور وحدهم يعني هم يعني أشوف أن أولياء الأمور عبارة عن عنصر لكن نحن كمجتمع لازم أن نحن نتعاون ونتكاتف مع أولياء بعض. الأمور هناك المؤسسات وهناك الأفراد وهناك الشركات اللي مثلنا أو المنصات فعلا. اللي بالجهود المتضافرة نحن نقدر نحقق هذا الهدف، اولياء الامور وحدهم ما يقدرون، المنصات وحدها ما تقدر، وحتى الطفل وحده ما يقدر. صح فهو فهي جهود مشتركه. جهد متكامل ]هم. اكيد. يعني الى جانب هاي المنصه تفكرين تسوين بعد منصات ثانيه تعليميه للاطفال غير يعني مجال الابداع والابتكار، في مجال نقول التعليم، القراءه، الكتابه. انا افضل ان التركيز الاساسي يكون في منصه عالم افطيم، يمكن التشعب يخلي الانسان يتشتت اكثر فالتركيز على منصه عالم فطيم يعني انا اشوف ان عالم هو روحه بعد في مهارات وفي أنشط انشطه متنوعه فيمكن نتنوع في النشاطات اكثر من ان نتنوع في تكوين منصات اخرى اكيد نتمنى لك كل التوفيق اكيد استاذه فاطمه انا فخوره بتواجدك معنا اليوم انت نموذج المراه الاماراتيه الملهمه لاطفالنا اكيد في عالم الابداع والابتكار وايضا الصناعات اليدويه كل الشكر لك استاذه فاطمه العمري مؤسسه وصاحبه المنصه الابداعيه والابتكاريه منصه فطيل شكرا يعطيك العافيه حبيبتي نورتينا مشاهدينا نروح معاكم لفقرة لايف ستايل نتعرف على التمارين الرياضية المنزلية اللي كيف ممكن نسويها بدون الحاجة إلى الأجهزة خلينا نشوف مزيد من التفاصيل في لايف ستايل صباح عليكم من لايف ستايل ومعانا النهاردة تمرينة منزلية الناس اللي مش تروح الجيم تقدر تتمرنها بسيطة هقدم كم حركة نقدر نتمرنهم بكل سهولة في البيت شغل فول بادي الجسم كامل تابع معايا الفقره هنبدا طبعا بالورم تسخين خفيف خالص ببدا حركه حركه خفيفه عشان ارفع درجه حراره الجسم وبعدين ابدا ادخل في التمارين بعد كده تابع معايا التمرين طبعا بعمل تسخين لمده بالظبط 10 دقائق حاسس ان انا خلاص بدات مرض القلب بتاعي أعلى درجه حراره الجسم بدات تعلى في الوقت ده ببدا التمارين بتاعتي اول تمارين معايا هيكون عباره عن ستيب طبعا ستيب بسيط ممكن نعديه على نفس الشيء لو موجود مش موجود في اي حاجه في البيت تشبه الستيب نبدا نشتغل عليها يلا بينا واحد اتنين في يلا واحد اثنين بوش اب بالظبط هحسب لنفسي 15 بوش اب طبعا الستيب الحاجتين الاولانيين شغالين على الرجل الجزء السفلي ومعايا البوش اب بيشتغل على عضلات الجزء العلوي زي السد شولدرز الدراع كده التمرين التاني معايا وهيكون لانجز سكوات وهنعد السكوات بس هيكون معايا سكوات 15 كولر يلا بينا نشوف شكل التمرين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا طبعا ده شغال معايا على الجزء السفلي التمرين الثالث معايا وهيكون بوش اب شولدر بريس وان هاند هنعد بس البوش اب 20 تكرار تابع معايا شكل التمرين تابع حركه معايا وهكون لعضلات البطن وهنتمرن بالنسبه للناس المبتدئين 15 تكرار بالنسبه للناس المتقدمين 30 تكرار تابع معايا شكل التمرين أهم التمرين معايا هيكون بوش أب مع تبديل الرجل البطن السفلي تابع معايا شكل التمرين احنا هنلعب بوش أب هنعد بس للبوش أب 20 تكرار بالنسبة لبس مبتدئين ممكن تبدأ ب 10 ممكن تبدأ ب 12 انما الليميت بتاعي 20 ان شاء الله تابع معايا التمرين وصلنا دلوقتي التمرين السادس معايا وهو باستخدام الدمبلز طبعا الدمبلز ده فيه من كيلو ل 10 كيلو متوفرين في المحلات الرياضيه بنصح فيهم اي حد بيهتم بالتمارين المنزليه اشتريهم سعرهم مناسب وطبعا صغيرين نقدر نلعب باي شيء حتى لو بكيلو واحد تعلم شكل التمرين احنا دلوقتي هنشغل عضله الدراع بايسبس مع عضله الكتف ايه شولدر بريس تابع معايا التمرين طبعا هنعد 15 تكرار واحد اثنين ثلاثة أربعة، وهكذا كذا نحن الشورتكرو. وبكده انتهينا من تمريناتنا النهارده كان معايا 6 حركات طبعا ال 6 حركات دول انا اتمرنتهم ورا بعض بدون راحه بعدين باخد في الاخر 60 ثانيه راحه بالظبط بكرر تاني ال 6 تمارين لمول الثلاث مرات وبكده انتهيت من تمرينات النهارده وطبعًا ان شاء الله في فقرات قادمه وهقدم لكم برده حلقات عن التمارين المنزليه انتظرونا ان شاء الله مشاهدينا ذنب ابيض هي روايه دراماتيكيه احداثها متشعبه لكل بطل فيها حكايه مستقله من شخصيه تيفاني الى جيم المقور وجورج الحائر والعديد من الشخصيات اللي بالفعل مثلت ادوار روايه ذنب ابيض اليوم راح نتعرف على هذه الروايه الرائعه سويا مع الكاتبه الرائعه عائشه عدنان صباح بالخير استاذه عائشه ونورتينا بنور حياتك صباح الخير استاذه خلينا نتحدث عن هذه الروايه الجميله ذنب ابيض هي رواية تتكلم عن نوبات الهلع وبعض الاضطرابات النفسيه، هي تبتدي هذه الروايه بغموض ان فتاه اسمها تيفاني محبوسه بالغرفه لمده ثلاث سنوات، فما هذا يعني هو ما هو السبب الذي جعل هذه الشخصيه حبيسه بالغرفه؟ فيحدثنا اخاها جورج عنها ويخبرنا انها لا تتحدث مع الاخرين، لا تتحدث مع عائلتها ولو بهمسه، فقرر الوالدان الذهاب الى رحله عائليه ومن خلال هذه الرحله العائله تكتشف تيفاني معنى لحياتها وتكتشف ايضا نحاول ان نعرف ما هو السبب انها يعني حبست غرفتها في غرفتها وما هو الذنب الابيض الذي يدير هذه الروايه ما هذه عقده الذنب التي جعلت من تفني حبيسه الغرفه خلال ثلاثه رائع طيب يعني استاذه عائشه دائما للاسم او لعنوان الروايه شيء يجذب اكيد المتلقي او القارئ ليش اخترتي هذا الاسم انا اخترت ابيض نعم اخترت ذنب ابيض لان ما هو الذنب دائما يكون اسود فكيف يكون ابيض فكيف يكون ذنب ابيض ابيض بما معناه انه شيء ايجابي وسلام وصفاء اما الذنب فهو شيء سيء فكيف الذنب يكون ابيض فهذا الشيء ممكن أن يعني يكون في فضول ما هو الذنب الأبيض الذي يكون بين صفحات هذه الرواية أكيد ما هي الأحداث الأخرى اللي تجذب القارئ يعني أستاذ عائشة في القصة غير أن الفتاة تيفاني كانت محبوسة في غرفتها قلتي ما يقارب الثلاث سنوات أو م. ثلاث أعوام شو الأحداث الأخرى اللي تخلي القارئ بالفعل ينجذب للرواية ويحب يستمر في قراءتها نعم في شخصيات أخرى في الرواية في شخصية جيسكا وفي شخصية جورج شخصية جيم في كأديد من الشخصيات في شخصية جيسيكا، شخصية جيم أحب شخصية جيسيكا وكان يحاول الانتقام من حبيبته السابقة من خلالها ومع الأيام نكتشف أنه أصبح يحبها، وفي عندنا شخصية جورج يحب الفتاة التي لم يرى وجهها كأنه يحب الإله الذي لم يراه، فكيف أن الحب يكون بالروح وليس بالمظهر الخارجي، والحدث أنا سمعت أن هذا أكثر شيء مفاجأة كان أن شخصية كيتي كيف أنها أخبرت صديقتها جيسيكا بأنها تحبها وهذا الشيء مريب في الرواية فعكس الأش... الأحداث لناحية أخرى رائع طيب يعني جذبني أستاذة عايشة أثناء حديثك أن الأسماء اللي مختارتينها في الرواية ليست عربية نعم. جيسيكا جورج تيفاني شو السبب؟ أريد التحرر من أول شيء أنا أحب الخيال الخيال له حرية لا أريد الالتزام بشخصيات عربية ولكن أريد ليش ما التزمت بشخصيات عربية؟ دي. لأن أول شيء إذا شخصيات عربية لازم أتكلم عن عادات وتقاليد عادات المجتمع الدين وهالأمور أنا حبيت أتحرر من هالامور إن أصيغة بحرية أخرى إن اضطرابات النفسية تأثر على الآخرين من أكيد. جانب غير الدين والمعتقدات صحيح طيب من وين استلهمتي؟ افكار هذه الروايه. الافكار هي تيم الايام، الكائنات الحبريه تتخلق مع الايام، ولكن اكثر شيء انا كتبت هاي الروايه عشان اخلي الناس يعرفون شو نوبات الهلع والاكتئاب بطريقه مشوقه، طبعا. يعني كان هدفي الاساسي ان الناس اللي فيهم نوبات هلع وفيهم الاضطرابات النفسيه يشعرون انهم مش وحيدين في هالحياة ان في حد اخر منهم من يكون نفسهم. صحيح. يعني اختيارك نقول الرسمة اللي موجودة على غلاف الرواية أستاذة عائشة هو دار نشر هو عليه فتاة صحيح ولا؟ صحيح هو دار قهوة هم اختاروا هالألوان والألوان جميلة يعني اللون الأخضر يدل على النمو والازدهار اللون البنفسجي الراحة النفسية فكيف الواحد ممكن يجذب هالالوان لحياته الراحه النفسيه النماء والتطور حلو بس انت اللي اخترتي الرسمه صح لا مش انا اللي اخترت الرسمه هم اختاروا واختيارهم كان موفق جدا جميل حسيتيه تماشى مع القصه واحداثها صحيح استاذ عائشه نتحدث عن الابعاد النفسيه اللي تميز كل شخصيه موجوده في روايتك نعم نتكلم عن شخصية تيفاني فيها القلق والاكتئاب، وشخصية جيم فيها الاكتئاب، في يعني بعض الاضطرابات النفسية موجودة في الرواية. ان هاي الامور تبين للناس ان كيف ان الواحد ان يعني الشخص ممكن شخصيه تكون تعبانه ويكون في ناس يسندونها ويكون الواحد يتغلب عليها بسهوله صحيح طيب لو نتحدث عن الجانب العاطفي آه يعني استاذ عائشه لماذا ركزتي على هذا الجانب بالذات الى جانب البعد النفسي نعم هو الجانب العاطفي مهم في العلاقات في الروايات الدرامات الغامضه بخصوص هو الجانب العاطفي اعتمدت اول شيء على عكس الادوار ان الرجل يريد الارتباط والمراه لا تريد الارتباط بعكس ما يدور في طبعاً. في الواقع بمعظم الاحيان وليس دائما وحببت ان ابين التعلق المرضي التعلق القلق في الروايه بشكل عام وكيف أنه اصلا انها مش حب حقيقي وانها كلها تعلق زائف الحب الوهمي بعد اكدت في بعض يعني أنه في حب من طرف واحد ممكن ففي بعض عده من العديد من الجوانب العاطفيه وايضا النفسيه، لو نتحدث استاذه عائشه عن الرسائل اللي حبيتي توصلينها للمتلقي والقارئ من خلال الروايه. نعم بخصوص الرسائل اللي اود ان اطرحها، اول شيء الواحد يكون عنده سند في الحياه سواء الوالدين او الاهل ومن الاصحاب وغيرها، ان الواحد يكون موقف مع الاشخاص اللي عندهم اضطرابات نفسيه ويساعدونهم، ما وي يعني يتموا ينتقدونهم او ينتقصون منهم. وانه يعني يكونون وايد داعمين لهم، وبعد ان الواحد دا مش عيب انه يتوجه للعلاج النفسي او يتعاطى الادويه النفسيه طبعا، أن الواحد يحاول يقاوم الحياه وانه ما يستسلم لهاي الافكار السلبيه والصراعات النفسيه. اكيد، طيب يعني أستاذ عائشه هل كتبتي هذه الرسائل نقول بشكل مبطن ولا كانت بشكل مباشر للقارئ؟ بشكل مبطن بشكل عام لان احببت انها تكون روايه درام دراميه وفيها احداث مشوقه وهالامور. استاذه عائشه كان من ضمن الرسائل اللي ذكرتيها في الروايه دور الوالدين في تحسين حاله ابنائهم الصحيه، كلمين عن هذه الاهميه. نعم اول شيء الوالدين لازم يكونوا سند لابنائهم ومو شرط يكون الوالدين اي شخص ممكن يكون مقدم رعايه لازم انه يساعد الشخص المصاب بالاضطرابات النفسيه او غيرها، يوقف معه ما يوقف في ضده بها الأمور ما يعني يعني دائما يشجع الاخرين وما ينتقص منهم وينتقدهم، دائما يعني. صحيح. لازم يعني ضروري الواحد يكون عنده سند وامان في الحياه. استاذه عائشه كيف ممكن الشخص انه يمنع ظروفه انه قد تؤثر على حياته وبعد على عاداته؟ بخصوص الشخص الرياضي مثلا بعد اسبوع سافر مثلا، من بعد اسبوع يرجع مره ثانيه يسوي رياضه، مش انه يعني يوقف، لا. انه يقول خلاص انا اتوقف، لا لازم مره ثانيه يعني يحاول انه يضبط روتينه اهم شيء الانضباط وهذا موجود في كتاب العادات الذريه الداري كتاب تطوير ذات وايد يعني مهم في الأمور. صحيح بالتالي يجب أن نحافظ على نقول أو نتمالك أنفسنا أكيد لما يكون عندنا ضغوطات نفسية هذا أكثر شيء حاولتي أستاذ عايشة تركزين عليه وأيضا نفس ما ذكرتي الجانب النفسي وأيضا العاطفي شاكيل تواجدتش معانا اليوم الكاتبة عائشة عدنان شكرا لك يعطيك العافية شكرا نورتينا بلو. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل مشوارنا الصباحي وياكم تريونا مشاهدينا عالم الفن والمسرح راح نلتقي فيه اليوم بواحدة من نجوم المسرح الصاعدين الذين يضيئونه بإبداعهم الذي يمزج ما بين الكلمات الحركة والإحساس لخلق تجارب فنية فريدة من نوعها وأحياء القصص التي تروي حكايات بشرية سنتحدث معها أكثر عن تحديات البدايات لحظات النجاح وكيفية أيضا تأثير المسرح على حياتها وتعبيرها عن الفن خلينا نرحب معاكم بضيفتنا في الاستديو الممثلة المسرحية أميرة فوزي إن شاء الله بالخير أميرة وحياة شاء الله ويانا نورتي أميرة بداية انا نتحدث عن بداية دخولك لعالم المسرح والفن هو أنا بدايتي كانت من خلال مسرح الجامعة أنا خريجة كلية الالسن جامعة عين شمس قسم أسباني دخلت المسرح عن طريق الصدفة إن أنا كانوا صحابي رايحين عادي عندهم بروفة فقالوا لي ما تيجي تتفرجي فقلت تمام فرحت اتفرجت فعجبني الموضوع جدا فشاركت ومن ساعتها بقى لقيت شغفي الحقيقي فضلت مكمله في الجامعه بمثل وبعد ما اتخرجت برضه بمثل والصراحه يعني كل مره كنت بكتشف حاجه جديده بعرف اعملها في المسرح وفادني كتير وغير من شخصيتي. حلو، يعني اميره توجهك للمسرح كان شغف وحب وموهبه ما كان عن طريق الدراسه الاكاديميه؟ لا الصراحه لا بس انا حاليا بدرس انا حاليا طالبه في اكاديميه الشرق للفنون الادائيه. اه جميل عشان تسقلين هذه الموهبه وهذا الحب الدراسه والشرق. مهمه جدا، الدراسه مهمه جدا مهمة وصل الفنان من من موهبة أو من خبرة لازم لازم أنه هو يدرس علشان الدراسة بت بتخليه يقدر يواكب العصر لان الزمن مش بيقف عند نقطه معينه ولا الفن بيفضل عند نقطه معينه لا بيتطور فعلشان يقدر ان هو يطور من نفسه ويبقى ويقدر يواكب العصر ويمشي مع مع التغييرات لازم يذاكر. اكيد طيب لو نتحدث عن اول دور اول دور سويتيه على خشبه المسرح. هو اول دور بالنسبه لي كان من عرض اسمه هبط الملاك في بابل لفريدريك دورين مات. العرض كان الدور كان بيحكي عن عن هديه نازله من السماء اسمها كروبي نازله مع الملك علشان تكون من نصيب اتعس حد على الارض بس بتحصل شويه احداث كده وبنكتشف ان ان اتعس حد على الارض مش افقر واحد زي ما الملاك كان فاكر لا ده طلع الملك اللي هو اغنى حد كان هو اتعس حد فهي المسرحيه دي بالنسبه لي كانت المسرحيات الممتعه جدا اولا اول عرض فكنت خايفه ثانيا عملت حاجه جديده بالنسبه لي وهي ان انا صممت استعراضات المسرحيه دي ف... اه ما شاء الله بالظبط يعني هو يعني الى جانب الدور كان عندك كتير يعني مسؤول عن التصميم اه وده بصراحه انا وقتها اتحطيت في الموقف ده لان الميزانيه ما كانتش سامحه ان احنا نجيب حد بروفيشنال فانا عملت ده علشان كده قلت في الاول ان المسرح بيخليني اكتشف حاجات كتير انا بعرف اعملها ما كنتش متوقعه ان انا ممكن اعملها قبل كده تمام يعني اميره شو الصعوبه او التحدي اللي واجهتيه خاصه انه كان اول دور لك في الدور ده هو انا عموما المسرح فادني في حاجه في شخصيتي انا قبل ما منضم انضم لفريق المسرح انا كنت بنت خجوله جدا ما عنديش اي ثقه في نفسي كنت بتجنب اي نقاش مع اي حد بس مع الوقت المسرح اداني ثقه في نفسي اكتر خلاني عندي جرأة اكتر خلاني اقدر اعتمد على نفسي بشكل بشكل كبير خلاني اعرف اتحمل مسؤوليه واعرف اعمل حاجات كتيره في نفس الوقت فانا يعني جزء كبير من شخصيتي كون المسرح تمام يعني اميره آه لما خضت تجربه اول دور على خشبه المسرح والحين اكيد بعدها قمتي بالعديد من الادوار كيف حسيتي الفرق وش كثر بعد خضت منك البروفات يعني كيف شفتي الفرق في البروفات الاوليه في اول دور اول مسرحيه البروفات اللي في المسرحيات الاخرى هو اول دور طبعا التوتر والخوف كان ازياء كتير هو لسه في توتر طبعا قبل اي دور قبل ما نطلع على المسرح دائما اول خمس دقائق مختلفه بالضبط لكن مع اول سكسير نقد او اول رد فعل من الجمهور الطاقه بتتغير تماما فهو اول دور بالنسبه لي اه كنت كان كنت خايفه ومرعوبه وعماله اقول ايه ده اللي جابني هنا انا عايزه اروح بس مجرد ما خلاص عملت اول دور بقى كده تاني دور بقى اسهل تالت دور بقى أسلت بس لسه برضو في حته الخوف قبل ما اطلع على المسرح اكيد تكون موجوده عند المسرح المفل... اكيد لانه ما تقدرين تعيدين ولازم اكيد تندمجين مع الجمهور عشان تطلعين بالظبط غير ان انا كمان على المسرح انا ببقى لازم اتعود ان انا اتعامل مع اي موقف يحصل على المسرح، اي حاجه تحصل طرقة حد ينسى وحتى تنسيه لازم ترتجلي بالظبط، لازم ما نحسسش الجمهور ان في حاجه غلط حصلت، لازم نحسسه ان ده جزء من العرض اكيد اقرب الادوار لقلبك او افضل الادوار اللي تحبي تمثلينها على خشبه المسرح اميره؟ أم هو انا عامه بحب الادوار اللي هي تكون بعيده عن شخصيتي، اللي انا ببدا ابنيها من الصفر لحد النهايه، فبالنسبه لي دي بتبقى افضل ادوار لان انا بستفيد قوي منها وبتديني خبره فبعرف ان انا اذاكر يعني الاقي حاجات اذاكرها بعيدا عن شخصيتي تماما حلو تحبي الاشياء المختلفه بالظبط الجديده على اميره ده حقيقة. لكن وين تشوفين نفسك اكثر التراجيدي ولا الكوميدي ولا أنا الادوار الثانيه أكثر. بحب التراجيدي أكثر لان الكوميديا صعبه صعبه جدا ومسؤوليه فكره إن فعلا. انك تيجي تقول حاجه تضحك فلو الجمهور ما ضحكش فل... فبتحس ان انت طول العرض انا عملت ايه انا صح. حسن ده لكن التراجيدي هو انت مجرد ما حسيت الجمهور نفسه هيحس فهي أنا بحب التراجيدي أكثر صحيح. صحيح يعني تشوفين إنه سهل الواحد بعض الأحيان ممكن يخلي الناس تحزن بالزبط. أو تبكي لكن, لكن إن, إن الضحكة يعني ممكن ترسمين ابتسامة أما إنك تخلين أشخاص يضحكون نفس ما قلتي تعتمد على الكاريزما بعض المهارات وعلى شخصية الفرد نفسه كيف تدربين قبل أي مسرحية يعني غير البروفات طبعا اللي تكون مع باقي الممثلين اللي معاك أميرة أنت كيف تدربين نفسك هو أنا طبعا قبل أي دور لازم أعمل دراسة دراسة وتاريخ للشخصية أه حلو. بدرس كل حاجة بقى شكلها هيبقى عامل ازاي ممكن مثلا اهلها هيبقى عاملين هيبقوا لي ازاي تعاملها مع اصحابها الحاجات دي ممكن تكون مش مذكورة في النص بس بتفيدني انا لما باجي انا شخصية أه أه وبرضو بحب ان انا لو دور صعب ان انا ممكن استعين بحد محترف أه يعني يفيدني من خبراته ساعات طبعا باخد ورش عشان الورش بتزيدني خبرة وبتطور من مهاراتي اكتر فانا في حاجات كتيرة قوي بعملها لما باجي استعد لاي دور أه طيب لو نتكلم عن دور المرأة في مجال التمثيل وبالتحديد المسرح كيف تشوفين دور المراه اميره هو انا شايفه ان المراه ليها دور ايجابي في كل المجالات سواء في التمثيل او غير التمثيل بس لو هنتكلم على مجال التمثيل فالمراه تقدر ان هي تناقش قضايا خاصه بيها بشكل اعمق من اي حد وممكن تلاقى تجد حلول كمان فبالنسبه لي انا شايفه ان المراه في اي مجال بتكون فيه لا بتعرف يعني تثبت تقدر تبدع بالضبط اكيد طيب لو عندك زملاء وحابين يدخلون المجال شو اول شيء تنصحينهم اميره خاصه ان دائما نقول المسرح ابو الفنون وهو يمكن اصعب مجال في التمثيل مم. انا شايفه ان الدراسه اهم حاجه وممكن يبداوا بورش لو ما عرفوش وبعد الورش ممكن ياخدوا بقى دراسه اكاديميه هتفيدهم جدا لان الدراسه بتسقي الموهبه بشكل كبير جدا. طيب اميره لما نتكلم عن موضوع التلحين وكتابتك للاغاني، كيف ممكن يؤثر على ادائك للادوار على خشبه المسرح؟ ااا آه بياثر طبعا لو انا مثلا بعمل دور دور ان انا اغني فيه او ساعات بحس ان الدور مش متطلب ان انا آه رياكشن او تمثيل معين، متطلب اغنيه هتقدر توصل للمشاهد بشكل بشكل افضل. اكيد ويطلع الدور اجمل لان انت لما مثلا ايه المخرج آه يطلب منك آه اداء هاي المهمه وانت تسوينها بنفسك اميره اكيد انت بعد تكونين شاعره بهذا الشيء في مشاعر واحاسيس من خلال كتابتك تلحينك لهذه الاغنيه وادائك لها بالزبط. اكيد لو دور انا بمثله فاكيد اي حاجه هكتبها ليها بحسها جدا فعلا يعني آه اميره كيف تشوفين تاثير السوشيال ميديا على الممثل خاصه لو بنقول الممثل المسرحي م -م. كيف تأثر عليه؟ آه هو طبيعي السوشيال ميديا يعني بتأثر بشكل كبير جدا سواء ايجابي او سلبي لأن انت بتاخد رد الفعل يعني وفي أصلاً أوقات كتير فنانين بيسيبهم الإحباط من السوشيال ميديا وساعات فنانين تانيين بيبقى عندهم حافز ان هم يكملوا فهي السوشيال ميديا دلوقتي بقى ليها تأثير كبير جدا على حياتنا. اكيد شو الاشياء اللي تشوفينها تغيرت فيك فعليا في مهاراتك على خشبه المسرح وادائك للادوار اميره لما بديتي تدرسين بشكل اكاديمي هو انا لسه حاليا في اكاديميه الشرق لسه في سنه اولى فانا لسه بدات لسه ببدا اهو يعني بدات في البدايه في الدراسه بالضبط بس انا آه انا الاساتذه اللي بيدرسوا لي اساتذه كبار جدا من على مستوى العالم فأنا أنا حاسه إن أنا بستفاد وحاسه إن أنا كل مره بحضر بحضر محاضره وإن أنا بخرج عندي كميه معلومات كبيره جدا وبحس إن خبرتي بدأت تزيد رغم إن هي لفتره قليله قوي. بس ف... بتحسين بشيء مختلف صحيح؟ بالضبط غير لما يكون فقط موضوع غير لما أنا كنت مجرد هاويه اللي هو بمثل مع نفسي كده اللي هو بذاكر أو بستعين اوكي بـ 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 بمساعده ناس ممكن يكون أكثر خبره مني بس مش أكاديميين فالدراسه الأكاديمية بتفرق كتير جدا. اكيد يعني اميره نقول اختيارك للادوار السيناريو لما تاخذينه وتقرينه أو, او النص المسرحي شو الاشياء اللي تخليك بالفعل توافقي على اداء هذا الدور وشو الاشياء اللي تخليك ممكن اميره ترفض انها تؤدي هذا الدور على خشبه المسرح هو انا الحاجه اللي ممكن تخليني ارفض دور لو حسيت ان هو خفيف دور مش مؤثر ما لهوش طبعا. لازمه ما له هدف او رساله اللي لو اتشال من النص مش هياثر اللي طبعا. هو مش هيفيدني حاجه مش هعرف ف... مذاكرته هتبقى بالنسبه لي مش هتضيف لي اي حاجه مش هتديني خبره مش هتديني حافز ان انا اكمل فانا بالنسبه لي لو او مش هتضيف لي الشيء الممثل دائما يبحث عن الاضافه الجديده بالظبط ده اكيد عشان توصل الرساله والهدف للجمهور اكيد يجب ان يضيف الفنان نقول لمسيرته الفنيه وسجله ايضا الفني شو طموحاتك اميره بما يخص مجال المسرح والتمثيل بشكل عام هو أنا حاليا بما إني طالبة أكاديمية الفنون المسرحية فأنا أكاديمية الشرق للفنون الأدائية فأنا حابة إن أنا حابة إن أنا إن شاء الله بعد ما أتخرج إن أنا أنقل فكرة المسرح الغنائي أو الميوزيكال في حيوة. الوطن العربي لأن أنا بدرسه هنا في الأكاديمية بشكل أعمق وعلى إيد أساتذة كبيرة كبار جدا فأنا حلمي إن أنا إن شاء الله أنقل فكرة المسرح الغنائي على مستوى الشرق الأوسط بطريقه محترفه يعني انقل كل الخبره اللي انا هكسبها ان شاء الله من الاكاديميه حلو. في عمل فعلي اكيد اكثر الادوار اللي اثرت فيك اميره وتقمست الدور يعني بعض الممثلين يقولوا بالفعل ممكن يوصلوا لمرحله التقمص ان هذه الشخصيه تظل معاهم حتى في حياتهم الواقعيه هو ممكن اول دور اللي انا عملته اللي هو كان هبط الملك في بابل لان كان اول دور بالنسبه لي فكنت كل طاقتي وكل تركيزي كان محطوط فيه بس انا من الناس اللي برضو بعرف افصل ما بين الشخصيه اللي انا بعملها وما بين الحياه الحقيقيه لان انا بعمل شخصيات كتيره قوي ممكن تكون بعيده عن شخصيتي فلو اتعاملت بيها في الحياه هتبقى كارثه فعشان كده انا بحاول على قد ما اقدر اني افصل تمام يعني ما صارت معاك حاله التقمص الشخصيه خارج خشبه المسرح لان التقمص ده بيؤذي نفسيه الممثل اكيد ردود الافعال اميره هل ممكن تسالين الاشخاص المقربين لك آه الاهل الاصدقاء عن رايهم في دورك ولا تنتظرين ان هذه التعليقات وهذه الردود تاتيش بشكل تلقائي وبشكل عفوي انا من الناس اللي بحب دايما بعد العرض ما اسالش حد رايه ايه لان انا عارفه ان انا لو انا لو كويسه هيجي يقول لي انت كويسه لكن لو انا مثلا مش كويسه ورحت سالت حد قلت له انا كنت عامله ايه هيقول لي اه كنت حلوه فانا انا واثقه دايما ان الشخص الكويس الناس بتروح تقول له انت كويس انا صراحه ما بروحش ان انا اسال حد انا كنت عامله ايه الكلام ده الاول كنت بعمل كده في بداياتي بس لما بدات اكبر شويه عرفت ان 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 الساعات لما اتحطيت انا نفسي في المواقف دي ان مثلا حد يبقى عامل دور ومش عاجبني اوي فيجي يقول لي انا كنت عامل ايه بقول له اه لا ده انت كنت حلو جدا برافو واستمر فانا صراحه يعني تعودت ان انا بعد كده بعد اي مسرحيه استنى رد الفعل هو اللي يجي لي لان يمكن بعض الاحيان ما تكوني عارفه هل هو هل هي بالفعل ردة فعل هذا المشاهد او الجمهور ولا ممكن تكون نوع من المجامله بالزبط. للشخص خاص خاصه الاشخاص القريبين منه آه الاشخاص اللي داعمين لك في هذه المسيره الفنيه أكيد. اميره منو مامتي طبعا يعني انا مامتي ربنا يخليها يخلي يعني لي هي اكثر حد بيدعمني في الحياه آه على كل المستويات على طول واقفه جنبي أم على الرغم ان ان ممكن تكون بتسمع كلام كتير لا مجال الفن ده صعب وبيضيع العمر بس لا هي هي ما بتسمعش لاي حد دايما. هي على طول بتشجعني الحمد لله اكيد نتمنى لك التوفيق اميره فوزي في هذا المجال ان شاء الله ونشوف لك مزيد من المسرحيات ومزيد ايضا من المشاركات الفنيه وايضا المسرحيه كل الشكر لك الممثله اميره فوزي يعطيك العافيه ونورتينا يعطيك العافيه مشاهدينا فاصل سريع ونرجع نكمل باقي مشوارنا الصباح وياكم انتظرونا مشاهدينا الحياة رحلة مليئة بالتحديات والفرص وإدارة الذات هي المفتاح للابتعاد عن العشوائيات والتوجه أيضا نحو النجاح والتطور فهي عملية فريدة وحيوية تسمح للفرد أن يتحكم في حياته ويوجهها نحو تحقيق الأهداف وتحقيق أيضا أقصى إمكانياته سنتحدث أكثر عن هذا الموضوع وأهمية إدارة الذات مع الخصائية النفسية وأيضا المدربة في تطوير الذات استاذ عهود حسن صباح الله بالخير استاذ عهود حياك الله أهلا استاذه عهود دائما ما نسمع عن هذه الكلمه تطوير النفس وتطوير الذات، ما مدى اهميتها بالفعل في حياه الفرد؟ اول شيء يعطيك الف عافيه. الله يعافيك مصطلح اداره الذات هو من المصطلحات اللي دائما يدرج ضمن اي خطه عمل لاي انسان. ما في إنسان ممكن يقطع باي شغل او باي وظيفه او حتى بحياتنا الخاصه بدون اداره الذات، شو يعني اداره الذات؟ هي كل الاليات والاستراتيجيات يلي بنتبعها لحتى نساعد حالنا اصلا ندير المشاعر صحيح ندير الافكار لحتى ندير السلوك وبالتالي اللي بيظهر علينا كافراد الطباع سو so لما بقول إدارة ذات معناته أنا بدي يكون في عندي استراتيجيات أو آليات تساعدني دير حالي أفكاري مشاعري لحتى يندار السلوك عندي لأنه هو الأساس إن كان بحياتي الخاصة أو حتى بعملي أكيد فما في حد فينا ممكن يكون عم بيشتغل بمدرسة بمستشفى بتلفزيون ما بيقدر يتعرف على ذاته أو ما بيعرف حاله أو ما بيدير مشاعره بيقدر يكون في مكان عمل عم بيمشي بطريق صحيح سو هي بيزك هي اساس باي شغله بنشتغلها في حياتنا صحيح طيب لو نتحدث اكثر استاذه عهود عن العوامل التي قد تزيد او تنقص من طريقه ادارتنا لذاتنا ولحياتنا تمام اولا لما نحن بدنا نشتغل على اداره الذات بدنا نبلش في شيء كونسيبت بيزك هو معرفه الذات اوكي دائما رستو كان حاطط على مدرسه الحكمه بتاعته اعرف نفسك سو لازم كثير نتعرف على ذاتنا ما بنتعرف على ذاتنا الا اذا فعلا نحن كنا في بيئه بتدعم هيدا المكان في بيئه ربطتنا على معتقدات اساسيه خلتنا نعرف حالنا نحب حالنا نقدر حالنا لا حتى ننطلق نعرف الاخرين ونقدر الاخرين ونحترم الاخرين سو معرفه الذات هي اساس وهيدي بنكتسبها من خلال البيئه اللي بنكون عايشين فيها لما نعرف حالنا سو احنا بدنا نكون واعيين كيف بذاتنا كيف بنوعى بذاتنا دائما بنسال حالك من انت أو من أنت؟ دائما لما بستخدم هذا السؤال مع أحد من الطلاب عندي أو شيء أول مرة حدا بيسألني مين أنت؟ سو so مين أنت بكل الصفات اللي فيك؟ يس yes. نقاط قوتك نقاط ضعفك ميولك هواياتك قدراتك المهارات الموجودة عندك مخاوفك شو هي تحدياتك على صعيد الفكر والشعور والسلوك سو so لما أنا بلش حط هول الأشياء قدامي بعرفهم بصنفهم وبعرف اشتغل عليهم كتير ماشي بالطريق الصح او هيدي هي الـ الـ الاسس اللي انا ماشي عليها بلس نقاط الضعف يعني لما انا بلش اشوف شو هي نقاط ضعفي واشتغل عليها تقويها وتحطها بنقاط قوه هيدا الشيء الكتير بيوصلني لاني انا فعلا اوصل لمعرفه الذات تدير ذاتي بطريقه صح انه ما في حدا فينا بعتقد في عنده نقاط ضعف وبيعرف يدير يعني نقاط ضعف وبيتجاهلها طيب. وبيقدر يدير ذاته بطريقة مزبوطة كعهود أنا عصبية وتأفر مثلا وأنا هيدا النقطة عميتا نجلكت لا أنا ما عندي نقاط ضعف أنا بيرفكت وأنا أخصائي طيب كيف بدي أطور حالي ما أطور حالي ما أشتغل على حالي ما حدير ذاتي واشتغلت ببيئة فيها أوفر ستريس يعني صرت على أي لطشة بعمل عصبية وين إدارة الذات هون؟ وين النجاح؟ وين الطريقة الصح اللي أنا ماشي فيها؟ so, لما نسترشد بشخص يساعدنا على إدارة ذاتنا هذا الشيء كتير بيساعدنا آه, لنوصل للشيء اللي نحن بدنا إياه يعني. لأنه لحالنا ممكن ما نعرف، ممكن نضيع، ممكن ما يكون في عنا موضوعية كافية الكتب، كتب تطوير الذات، البودكاست اللي ممكن نسمعها وقبل هيدا كله حكيتك معرفتنا بذاتنا واعترافنا أنه عنا مشكلة اكيد لان الاغلبيه ما بيعترف انه عنده مشكله او عنده مشكله في شيء معين ما بيعترفوا اكيد طيب يعني استاذ عهود هل بالفعل الاشخاص اللي يقدرون يدورون ذاتهم وانفسهم هم بالفعل يقدرون ايضا يواجهون نقول التحديات والصعاب اللي تمر عليهم حياتهم بشكل فعال اكيد شوفي أه... انت تشتغلي انا بشتغل و... والجميع اللي عم يسمع حيعرف شو بنقصد شغل ما بيكون أه... حياة وردية يعني دايماً في عنا أبسندون في عنا تحديات صحيح. في عنا أشخاص يمكن ما بنتفق إحنا وياهم بشوية قصص ولكن قدرتنا إننا ان نحن تأبسورب أو نمتص هاي الأمور تيمشي ال... تمشي القصص ما ناخذ على عاتقنا ما نيجي الكلام اللي بينحكى ناخده بطريقه بيرسونال او بطريقه شخصيه او نعمل تعظيم لاي كلمه تنحكى او حدا وجه لنا اساءه او حدا حكى بطريقته فناخذها على عاتقنا هيدي الامور اذا نحن عرفنا نديرها خلال النهار او خلال حياتنا بطريقه صحيحه يس حنكون انجح من غيرنا لانه ما حنضيع طاقتنا على تفسير وتحليل و... ووضع سيناريوهات وأفلام افلام <applause> لا <ده> <تصفيق> ودراما <تصفيق> ودراما وكتب حياتي يعني نو no. سو so, حتكون القصص اكثر فلكسيبل الشخص اللي بيعرف يدير ذاته هو بيستخدم منهج اداره الاولويات بيستخدم منهج الموضوعيه سو so, انا ما باخذ الأكستريمز بمشاعري لا انا موضوعي انا جاي اشتغل انا في عندي 1 2 3 4 5 انا منظم عندي اداره اولويات اداره وقت عندي تفاؤل مش عم نقول الايجابيه الواو ولكن انا عندي اتليست تفاؤل يعني ما باخذ الامور بتشاؤميه وعلى عاتقه وبحمل الكره الارضيه على ظهري لا انا من الاشخاص اللي فلكسيبل مرن قادر امتص الاشياء اللي بتصير حواليه وقادر اخذ المواضيع بطريقه موضوعيه. صحيح، طيب لو نتكلم أستاذ عهود عن الخطوات او الاستراتيجيات اللي بالفعل نقدر نبدا نستخدمها وندير ذاتنا. من الاستراتيجيات اللي بنستخدمها بإدارة الذات أول شيء أنه مثل ما حكيتك نعرف حالنا معرفة الذات اثنين يكون في عنا رؤية ورسالة واضحين بالحياة نعرف حالنا نحن لوين رايحين طبعا بعد تحديد الأهداف ونشتغل على موضوع مخلط الأشخاص الإيجابيين اللي عندهم نفس المنتاليتي أو العقلية اللي عندنا لأنه هيدا الشيء رح يساعدنا أن ننضج أكثر نتطور أكثر بكلامنا بأحاديثنا بعقليتنا بتفكيرنا نلجا لمعالجين او نلجا لاخصائيين لمرشدين يساعدونا ببعض الاسس يلي بدنا نحطها بحياتنا وببعض الثغرات الموجوده عندنا بلس نعترف انه في عنا نقاط ضعف وفي عنا مشكلات معينين ونحنا بحاجه لنكون عم نشتغل عليها. استاذ عهود شو نصائح اليوم للمشاهدين في اداره الذات بشكل فعال؟ أه... نتوجه لنعرف حالنا، كتير نهتم بحالنا الرعايه الذاتيه والعنايه الذاتيه من اهم الاشياء اللي بتساعدنا باداره ذاتنا واختيار الاشخاص الموجودين حولنا إضافة لمعرفه اداره الامور حولنا يعني اداره الاولويات هي من الاشياء الكتير مهمه اكيد بالفعل الخطوات اللي ذكرتيها استاذه عهود جدا مهمه في اداره الذات عشان نحسن حياتنا مستقبلا ونقدر ندير التحديات وايضا الضغوطات كل الشكر لك الاخصائيه النفسيه وايضا المدربه في تطوير الذات استاذه عهود حسن نورتينا حبيبتي يعطيك العافيه شكرا لك يعطيك العافيه مشاهدينا وصلنا لنهايه حلقتنا اليوم وايضا فقراتنا اتريونا باتشر في نفس الموعد وبرنامجكم صباح الخير يا وطن في امان الله